أسعد الله أوقاتكم مشاهدي نشرتنا اليوم الخميس 13/10/2016. تشكل الضباب صباح اليوم على معظم المناطق الشمالية والداخلية، وإليكم صورة الأقمار الاصطناعية الملتقطة صباح هذا اليوم حيث تشير إلى خلو الدولة من السحب. وننتقل معكم إلى الخريطة السطحية المحللة حيث نلاحظ وجود امتداد منخفض جوي على شمال وشرق الدولة مع وجود امتداد مرتفع جوي غربا، تصحب رياح شمالية غربية تتحول إلى شرقية وجنوبية شرقية ليلا، معتدلة السرعة إلى نشطة خاصة على البحر. والطقس معتدل الحرارة بوجه عام وحار نسبيا نهارا وغائما جزئيا على بعض المناطق، وتزداد كميات السحب على المناطق الشرقية والشمالية، ويحتمل أن تكون ركامية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط الأمطار. وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعة الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف خاصة على المناطق الداخلية. وننتقل معكم مشاهدينا لدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم. نلاحظ في الساحلية في أواسط الثلاثينات، أما الحرارة الداخلية في أواخر الثلاثينات، وأخيرا الحرارة الجبلية في أواخر العشرينات. ولنا أعزائي المشاهدين ننتقل إلى حالة البحر في الخليج العربي حيث يكون متوسط قد يضطرب أحيانا ظهرا، أما الحال في بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج. طقس الغد معتدل الحرارة بوجه عام وحار نسبيا نهارا خاصة جنوبا وغائما جزئيا على بعض المناطق، وتزداد كمية السحب على المناطق الشرقية والشمالية، ويحتمل أن تكون ركامية بعد الظهر قد يصاحب سقوط بعض الأمطار. وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان. أترككم مع الطقس المتوقع للأيام المقبلة وفي أمان الله.